بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف في بيان الخوف من الشرك، وأن يجب الحذر منه لأنه أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. فالواجب الحذر منه، يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذره، لأنه قد وقع في الناس وغلب على الأكثرين، فالواجب الحذر منه. ولهذا يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبين سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، بل له النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عن إبراهيم أنه قال عليه الصلاة والسلام: واجنب لي ونبي وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، كيف بغيره؟ يقول جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام. قبلها: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وما ذاك إلا لعظم الخطر. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم لا يأمن ويسأل ربه العافية، فمن يأمن بعد ذلك؟ فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف أن يشرك بالأصغر. فسئل عنه فقال: الزيان. أخوه ما يخاف على الصالحين الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد يعرفونه ولا يخفى عليهم، لكن الشرك الأصغر قد يبتلى به الصالحون، وهو الرياء في قراءة أو صلاة أو صوم أو حج أو غير هذا. فلهذا خافه النبي عليهم، فيجب الحذر منه، وهو أن يرأي بعمله الناس أو يقصد بعمله الدنيا. فقال: ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أيها المؤمنون. أما الشرك الأكبر فهو مخوف على جميع الأمة، وهو أعظم الذنوب، لكن المؤمنين قد عرفوه فهم بحمد الله يحذرونه. لكن قد يقعوا في الشرك الأصغر والرياء، وبعض الكلمات الشركية مثل: والله، ما شاء الله، وشاء فلان، لولا الله فلان، والعياذ بغير الله. كل هذا مما قد يقع من بعض الصالحين من بعض المسلمين لخفاء الأدلة عليه ولجهله. وفي حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني يتخذ لله ندا، يدعوه مع الله، يستغيث به، ينظر له، إلى غير هذا. هذا الند، الند النظير والشبيه والمثيل. وتسمى الأصنام أندادا لأنها شبهت بالله في عبادتها والضراعة إليها وخوفها. وهكذا من اتخذ الأنداد من الملائكة أو الأنبياء أو الأصنام أو الجن، كله الباب واحد، يجب الحذر من ذلك.
قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه الخلاق الرزاق. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا وعيدا وعد ووعيد، وعد لأهل التوحيد بالجنة، ووعيد لأهل الشرك بالنار. فأهل التوحيد قد وعدهم الله بالجنة والنجاة، فالواجب عليهم تحقيق توحيدهم والحذر مما يجرحه من المعاصي، والواجب على من أشرك بالله أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة والإصلاح حتى لا يدخل النار. وفق الله الجميع. صحيح، حديث صحيح، حديث محمود بن لبيد. نعم. إذا أحبك قال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلط عندي، ما حكم هذه المقولة؟ هذا من وسائل الشرك، جاه النبي وبحق جاه النبي بالنبي، هذه من وسائل الشرك، يجب الحذر منها. نعم، من وسائل الشرك. سلمكم الله يا شيخ. العلماء يذكرون في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، شيخ متى الرياء يكون شركا أكبر؟ رياء المنافقين اللي يبطن الشرك ويظهر الإسلام، هذا الشرك الأكبر. رياء المنافقين باطلهم الكفر وظاهرهم الإسلام، هؤلاء في الدرك واسمع النار. أما المسلم الموحد قد يقع منه الشرك الأصغر وهو يسير الرياء بالنسبة إلى رياء المنافقين، كأي رأي في قراءته أو في صلاته بعض الأحيان أو في طوافه أو في قراءته أو ما أشبه هذا، أو في أمره بالمعروف أو في دعوته إلى الله. لا هذا باطل، جهل، هذا جهل، هذا جهل، مو هذا من باب الرياء، هذا من باب خوف الرياء، بزعمه يخاف الرياء، هذا غلط. يبادر بالصف الأول ويبادر بالدعوة إلى الله ويحذر الرياء. العلمانيين ماذا حكمه؟ هل كفرهم أكبر؟ العلمانيين ما يؤمنون بالدين، يدعو إلى الدنيا، ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا العلماني. نعم. يدعو إلى متابعات العالمين وأن يكون على رأي العالمين في شركهم وضلالهم وخرافاتهم. هم يقولون بفصل الدين عن هذا، معناه ما عندهم دين، يدعون إلى العالمية. وإذا كفار. نعم. سلام عليكم. أما بر المسجد لا، ولو وعظهم ما يرى دين أبدا بالكلية، يرى الدعوة إلى ما عليه الناس وبس. أحسن الله. ما الفرق بين الشرك الأصغر ووسائل الشرك؟ نعم، الفرق بين الشرك الأصغر أحسن الله عليك ووسائل الشرك. وسائل الشرك كثيرة، مثل بناء القبور، اتخاذ المساجد القبور، وسائل بجاه فلان وبحق فلان، هذه وسائل تجر إلى الغلو. أما الشرك الأصغر وهو أن يتكلم بالشيء اللي سماه النبي شرك، ولكنه ما وصل إلى حد الشرك الأكبر، كالرئيسي الرياء، لولا الله فلان، هذا من الله ومن فلان، والحديث بغير الله، هذا من الشرك الأصغر. الوسائل يأثم بها حسباني، يأثم الإنسان بالوسائل. هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر أيضا، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر. الوسائل من أصل أحسن الله إليك، فيه كالتي ذكرتها أحسن الله إليك، هل هي يأثم بها فاعلها؟ أيه، كالبناء على القبور وكالقول بحق الجهل. وسائل الشرك أعظم 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 من جنس المعاصي، لأن وسائل الشرك توقع في الشرك، نسأل الله لها، وهي البدع. البدع أعظم من المعاصي، الغلو في البناء على البقور واتخاذ المساجد أعظم من جنس المعاصي، لأنها وسيلة للشرك. الغلو في الصالحين ما يؤدي إلى الشرك؟ الغلو قسمان، غلو فيهم يدعوهم مع الله، يعظمهم بالشرك بهم، يستغيث بهم، ينذر، هذا الشرك الأكبر. والغلو فيه الذي هو ليس من الشرك الأكبر كونه يتمسح بهم، يرى أن مساحة قربه إلى الله، وأن من تمسح بقربه إلى الله، وأن كونه يقوم لهم إذا دخلوا أو يقوم على رؤوسهم، كل أن هذا قربه، هذه وسائل من وسائل الشرك. حذاهم كذا هذا قد يقع في الشرك الأكبر. أما إذا رأى أنها قربه، لا أن هذا قربه إلى الله وأن تقبيلهم وقيام لهم ونحو ذلك، هذا ما فيه تفصيل، تقبيلهم التقبيل العادي وصافحاتهم لا بأس به. أما كونه يتبرك بمحس أيديهم أو مس مشالحهم أو ما أشبه هذا من وسائل الشرك، كما قد يقع بعض الصوفية وغيرهم، لأن هذا ما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتبرك به
بعرقه ويده وشعره هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. رأيكم أعظم من أكبر الكبائر وسائل الشرك؟ نعم البدعة من السبع المبطلات. البدعة وسائل الشرك أعظم من جنس الكبائر لأنها بدعة. المراتب الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم البدعة ثم كبائر الذنوب ثم صغائر الذنوب. إن شاء الله. السلام على جميع الدين. إن الدين عند الله الإسلام. قال الإسلام كل ما شرع الله لعباده وترك ما نهى عنه يسمى إسلام. وتسمى الأركان الخمسة إسلام، وتسمى الشهادتين إسلام، ويسمى الدين كله إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي الإسلام فلا يقبل منه. ويقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله. وعموده الصلاة يعني العمود الأعظم بعد الشهادتين. وذروة الإسلام في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ينمي الإسلام ويرفع شأن الإسلام ويرفع شأن المسلمين. ثم قال ألا أخبرك بملاك هذا كله، يعني ما يملك عليك هذا، يملك عليك هذا الخير. قلت بلى يا رسول الله، فأشار إلى لسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله إنا لمؤاخذ ما تكلموا به. فقال ثكلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم. ثكلك أمك كلمة يقولها العرب لا يراد معناها، مثل ربة الذاك وأشبهها، والمقصود تأكيد الكلام. والشاهد قوله وهل يكب الناس في بيان خطر اللسان، وأن الواجب العناية به وحفظه وصيانته لعلك تسلم من شره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك ما أكره. قال يا رسول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه قد بهته. فالذي يتكلم في عرض أخيه إن كان صادقا فقد اغتابه، وإن كان كاذبا فقد بهته، فهو على شر عظيم نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من الغيبة كلها بنوعها نسأل الله العافية. رزق الله جميع العافية.